مرحب بيك كابتن محمد صبري، ومرحب بنجوم الاستوديو التحليلي كابتن الكبير كابتن احمد عبد الحليم والحاوي كابتن حماد عبد اللطيف والعندليب كابتن عبد الحليم علي. مباراه اليوم طبعا الزمالك والجونه، هنا نقول انها بعنوان الزمالك ينفض غبار كاس مصر. ان شاء الله طبعا قلنا قبل كده هنغلق الصفحه ونبدا صفحه الدوري الممتاز. طبعا مباراه مؤجله من الجوله ال15، مباراه هامه جدا جدا والمكسب فيها ضروري عشان طبعا مركز نادي الزمالك لا يليق طبعا بالموجود، لكن في مباريات لسه كمان مؤجله ان شاء الله يتحسن وضع الزمالك ان شاء الله في الدوري. لكن خلينا نتكلم مع اعضاء نادي الزمالك عن مباراه اليوم. برحب بيك وكل سنه طيب، وقول لي رايك ايه في المباراه النهارده. لا ان شاء الله يبقى ماتش كويس وماتش صعب، وينسوا اللي فات ويبتدوا بقى ان شاء الله صفحه جديده كده، وياخدوا مركز حلو في الدوري ان شاء الله، وياخدوا الدوري ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي شايف مباراه الزمالك والجونه ازاي النهارده، وايه عوامل الفوز اللي تكون موجوده علشان نقدر نعدل مباراه اليوم؟ باذن الله الفوز لينا باذن الله، ونحرز بطوله الدوري العام وكاس الاتحاد الافريقي الكونفدراليه، واحنا خسرنا كاس مصر بشرف وعدم توفيق، لكن ربنا يوفقنا باذن الله، ونقدر لعيبه على قد المسؤوليه وكل رجاله باذن الله، وباكد تاني مره باذن الله الدوري لينا.